إذا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. ومن مبارح حكيت أنه حنتحدث عن مسلسل حارة يونايتد، مسلسل رياضي، مسلسل بيحكي عن شغف البدايات، بيحكي عن شغف أبناء الحارة بلعبة كرة القدم، وهي بداية كل اللاعبين. أنا بالنسبة لي بشهر رمضان عملت مع 30 لاعب، 30 لاعب من الحارة بلشوا شغفهم بحب كرة القدم وانتقلوا منها للحرفية والاحتراف بعالم المستديرة. اليوم معنا لينا أبو رزق مخرجة هذا العمل، ومعنا أبطال العمل أيضا. والإشي أهلا وسهلا فيك يا لينا. هلا. ولونج تايم ما شفتك، بس اليوم رجعتي كمخرجة لعمل إن شاء الله حنحكي عنه كل التفاصيل. بس أرحب بعوني علاوني، أهلا وسهلا فيك يا عوني. أمير قنطار أهلا وسهلا فيك، نورتونا، حنحكي عنكم كمان، أهلا وسهلا فيكم. لكن لينا بالبداية، حارة يونايتد شو؟ حارة يونايتد كيلي، خبريني خبريني من وين بدي أبلش لك البداية، كيف أجت الفكرة ويلا حكوا لك يلا بدنا نطبقها. اوكي، هلا هو المسلسل كمسلسل ما كان بهذا الشكل، يعني هو كان بروجكت مطروح نحكي عن كرة القدم وعن كيف مجتمع بتالف مع بعض عن طريق كرة القدم. بس تذكرنا كابتن ماجد واحنا بنكتب، اوف النوستالجيا تاعتنا بالضبط، يعني فيش حدا حتى، وتفاجأت واحنا بنعمل اوديشنز انه حتى الجيل اللي هلا حاضر كابتن ماجد. صح. وبعرف شو يعني كابتن ماجد. حبينا نعمل إشي بس جد اللي دخل بإحنا ذكرياتنا لما كنا إحنا نلعب بالحارة. صح. لما أنا كنت لحسن صبي بالحارة مثلا، يعني كمان. بس كنت ألعب بسكليت، بس كنت ألعب بسكليت مش فوتبول وطابة وطابة وفي نفس الوقت قد إحنا الباشن تبعتنا، أو يعني بني آدم بدون شغف ولا إشي. صح. لأنه بصير حدا ماشي بس هيك متخدر، فكل حدا فينا في عنده شغف معين. المسلسل هو عن كرة القدم، بس هو ما عم بحكي عن كرة القدم بس، ممكن يكون موسيقى، ممكن يكون أي إشي تاني. فهو بنبنى بالضبط، بنبنى كتير أشياء. الإشي اللي حبينا نركز عليه أكتر إنه قدي إحنا مجتمعنا بالأردن، إحنا من كل محل، من مختلف التفكير والأصول والثقافة، يعني جوا نفس البلد عندنا ثقافات مختلفة، يعني بعمان لحالها فيك تحكي خمس ثقافات مختلفة مجتمعة بعماني. exactly. فهلا إيش في إشي ممكن يجمع؟ اللي هو كرة القدم، واحدة من أكثر الأشياء اللي تجمع الناس. الناس بتلعب كرة قدم، هي بتلعب كرة قدم بس. صح. فهو يعني خديه على مقياس من حارة صغيرة باختلافاتهم، ببيئتهم المختلفة، بهذا أبوه شكله الثاني، أبوه شكل ثاني، من دين مختلف، من أصل مختلف، وبعدين فعليا كيف عم بيجوا مع بعض لهدف واحد. فهي المسج الأساسية. والمسج الأهم إنه إحنا مختلفين، يعني أنا وياك ما مش مع بعض. صح. لا بالشخصية ولا بالشكل ولا بالطبيعة ولا نوعوني ولا حدا بيشبه الثاني 100%، وهذا إشي كويس لأنه مش مطلوب منا نكون مش مع بعض. صح. إذا كلنا مشبه بعض بعدين طيب شو نعمل؟ مكررة ملهاش معنى. بالضبط. صح. اختلافنا هو اللي عم بخلي في كل هالروح بالحياة، بخلي إنه يجي أمير بالأوديشن ويخليني إنه أوكي تمام هذا اللي بدي إياه، أو يكون عوني قاعد وبحكي إنجليزي وذكرني، يعني شخصية عوني بتشبهني، كنت الوحيد اللي بحكي إنجليزي بكل الحارة ما حدش فاهم علي وكنت مختلفة. خلينا نروح لأبطالنا اليوم. بدي يمين، انت فيه يمين ولا شمال؟ يمين شمال. حلو يمين. انا فكرت لحالي بخربط اللي بناكل فيها. امير اول إشي اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. ليش شاركت بالعمل؟ كيف شاركت بالعمل؟ كيف سمعت عنه؟ وليش فتت هذا العمل؟ اوكي، هلا انا اول إشي بحب التمثيل من لما كنت صغير. حلمك التمثيل؟ حلمي من لما كنت صغير. اوكي. فاول إشي كان عندي فرصه اني اطلع بفيديو كليب مع رابر اسمه أستاذ سام، كان أوكي. هو اللي عمل إخراج شادي العليمي. أوكي. بعدين شفت على بيج على الإنستغرام إنه فيلمينغو طالبين أكترز، تمام؟ فأخوي راح هو عمل أوديشن، فهي حكت له أنا بدي عمر أصغر، تمام؟ فتذكر إنه أنا أخوه اللي بيحب القصة واللي هو اللي بده يكون فيها. فإجا حكى لها إنه أنا عندي أخوي الصغير، فإجينا عملنا أوديشن واشتغلنا. الحلم تحقق؟ لسه لسه. ايش لسه الاختلاف اللي عند امير بالشخصيه؟ انت شو، انت شو بتحس الاختلاف اللي بشخصيتك عن كثير شباب موجودين؟
ممكن رايح فني اكثر، ممكن حالم اكثر. لا بس عندي عندي شيء معين مركز عليه هلا من هذا العمر. شو هو؟ اللي هو اني التمثيل بشكل عام. اوكي. وحابب اني اصير شيء يعني مش عارف كيف احكيها، اصير شيء اوصل لمراحل كثير، اوصل للمراحل كثير مهمه. والدراسه شو حتكون؟ مع الدراسه اكيد. بالتمثيل؟ يس يس اكيد اكيد طبعا. بدك تدرس هذا ال yes. طيب اوكي روح لعوني. شو اول شيء الفيديو اللي كنت تحضره؟ فكركم شو كان الفيديو؟ كنا نحضر، كنا بنزل لأنس فيلم لزلاتان إبراهيموفيتش. اوكي طيب حلو ممتاز. احنا بنحكي لساتنا قاعدين عن لاعبين عالميين. كيف شاركت بهذا المسلسل؟ هلا اول ما بلشوا يكتبوا المسلسل مؤيد من علي حكى لي كذا 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 في دور بتحب تكون معنا، قلت له طبعا اكيد. وهذا مؤيد بالنسبه لي زي اخوي الكبير، ومن وانا صغير من انا بمثل هو دائما معي. اوكي فروحنا وعملت الاوديشن وكل شيء ودخلت وتعرفت علينا وعبو على سرور. بعدين بلشنا شغل للمسلسل، كان اكسبيرينس رهيبه صراحه. حبيبي لهلا ممتازه الامور، لينا منيحه معكم. عصبيه عن جد. نشوف اجزاء من المسلسل ونرجع. شو رايك في حدا عشان شوي انكش انا؟ اوكي نشوف هذا الفيديو وراجعين مشاهدينا. ماما حبيبي لو هذا الاشي بريحك وبيبسطك اعمله. يا جماعة الخير، انتوا بتعتقدوا انه هذول الشباب انهم بيقدروش يتعلموا ويدرسوا بنفس الوقت يكون عندهم موهبة جانبية؟ يعني شو بده يصير لك اذا دربتهم؟ مش حرام؟ اطلعوا كلياتكم برا. النجاح بالحياة مش نجاح فردي، كيف احنا بدنا اياهم ينجح بحياتهم إذا ما زرعنا فيهم فكرة التعاون؟ كابتن وليد! وليد! كابتن! كابتن وليد! وليد! أنت بدك تضلك يعني تضيع وقتك في التفاهة؟ بعمرهم أو حتى أصغر من هيك، إذا إحنا ما عودناهم على التعاون لقدام حيكون كثير صعب. شو بتسوي يا جماعة؟ شو؟ يلا يلا. زمبرر له فاتح معك. الأبطال طول بالك مش هيك. إذن رجعنا مشاهدينا، شفنا شوية هيك لقطات ورسائل من مسلسل حارن يونايتد. احكي لي ظروف كتابة العمل، مين اشترك معاكم، مين ساعدكم بكل شيء؟ بتعرفي كل عمل بده ناس تساعدك فيه وتآمن بالفكرة تاعتك. 100% أهم إشي إنه يكون في حواليك ناس آمنة بالفكرة. صح. البروجكت بالأصل هو بدعم من السفارة الأمريكية وإن جي أو اسمها Search for Common Ground. بالبداية يعني كنا بس عنا الهيدلاين إنه كرة القدم والاختلاف في المجتمع، هذا كان الإشي اللي تحت إيدينا.
أنا وشريكي بفلمينغو عدنا وخطر ببالنا جد موضوع كابتن ماجد يلا نعمل إشي بيشبه حاراتنا وأشياء القديمة تاعتنا. بلشنا نكتب هيك رفلي إيش الأشياء اللي ممكن بدنا نحطها. بعدين حكيت مع صديق لي رعد الحليق، رعد كاتب فخم، قعدنا وعملنا البرين ستورمينج هذا اللي كتير كتير. بس فعليا القصة فيها جزئية من كل حدا، فيها مني، فيها من محمود سرور، فيها من رعد حليق. رعد نفسه كان نفسه يكون لاعب كرة قدم مثلا يعني، فلما قلت له هو حلم كتير ناس على فكرة ما تحقق يعني ما كملوا فيه لأنه الدنيا لهاتهم. مية مية. مؤيد نفس الشيء، مؤيد شاب برضه بيشتغل معنا من تيمنا. فكل حدا حاطط بالستوري من أشياءه يعني. أبو اسماعيل جد محمود مثلا، سلطان اخو حدا مؤيد او حشب كان بالحاره عند مؤيد، فهلوم مجرى فللت لملمنا لملمنا وبلس في ناس احنا عشنا شفناها فضلت ببالنا. وليد بمثل كثير من الشباب الاردني اللي للاسف مثلا اهلهم رفضوا انهم يعني يروحوا لاي توجه غير الشيء الاكاديمي، انه لا احنا هاي بتجيبش رزقه زي ما بيقولوا، ما مش شيء انك انت تمشي فيه بحياتك. في ناس مثلا صابهم اصابه وما قدروا يكملوا، فهو بمثل هذيك الفئه اللي صح. هو ما قدر يكمل بالباشن تبعته، حلمه مش قادر انه يكمله او ما كمله او انكسر بلحظه من اللحظات، وعادي ودرس وبيشتغل وبحاول يلاقي وظيفه بشهادته زي كثير من الشباب الاردنيين يعني. فوجوده بحياة الأولاد هو لإله أكثر من هو لإلهم. صح، بده يحقق اللي ما قدر يحققه فيهم، في منه هم رح يرجعوا للباشن تبعته يعني، وهم بحاجة لحدا شوي أكبر منهم اللي حكي لنا شو نعمل، بدنا نعرف شو نعمل، إحنا شو بدنا نعمل. كم حلقة المسلسل حيكون؟ تسعة. تسع حلقات كل أسبوع حلقة. إحنا بننزل جمعة وثلاثة، جمعة وثلاثة على يوتيوب. يس. بس يحطوا حارة يونايتد على طول بيطلع عندهم المسلسل ليعرفوا عن إيش إحنا بنحكي أكتر. أمير بدي أرجع لك، أول إشي كيف تعاونت معك المدرسة؟ يعني أنت هلأ عم بتغيب. مزبوط صح؟ هلأ هي الفكرة أنه كان التصوير بالصيف فما كان في مدرسة. أوكي حلو. أنتوا هلأ مخلصين تصوير؟ إحنا خلصنا تصوير. أوكي. نعم شهر طيب. 8. بس أنا عارف أنه في عندك عمل جديد ولا لا؟ يس في شورت فيلم. في إشي صح؟ طيب لما رحت وقدمت الأوديشن وانقبلت أمير قرأت النص، شو وين كيف شفت النص؟ قلت أنا كيف حمثل؟ كيف دربت حالك؟ شو تصرفت مع حالك؟ بالبداية صراحة أوليتها أنا ما يعني هذا كان أول إشي لإلي as a main character، فأنا بصراحة ما كنت عارف كثير كيف آلية قراءة النص وكيف بناء الشخصية رئيسية أنت عم تحكي عنها بالضبط، وكيف بناء الشخصية وكيف لازم نعرف نقاط ضعفها ونقاط قوتها عشان نقدر إحنا نلعبها. بس يعني مع الوقت ساعدت لينا أكيد، صار الموضوع كتير أسهل، كتير أسهل علينا. بالمدرسة عم بيحضروا الشباب أصحابك؟ أكيد. شو حكوا لك؟ يعني إيش يا فنان إيش يا نجم؟ هلا هيك من هذوك تعال يا فنان روح يا فنان. كان نفسك تكون لاعب كرة قدم؟ صراحة أنا كتير بحب إني أكون لاعب كرة قدم، بس يعني مش عندي اتجاه للتمثيل. بس أغلب الأشياء اللي مثلتها يعني غير حارة يونايتد مثلت كتير أشياء إلها دخل بالكرة كمان. اوكي مثل ايش؟ كنت هيك طلعت اشي خفيف بمسلسل مدرسة الروابي للبنات الجزء الثاني. كنت بلعب فيه كرة كمان. انه انتو الشباب اللعيبة. يعطيك الف عافية امير. طبعا دوجني تحياتي للصحفية هبة صباغ، انا لما حكيت معها قالت لي ميسون عن جد كنت طلعيهم، قلت لها عن جد اطلعهم. فتحياتي كثير كبيرة لها الاعلامية الرياضية الرائعة هبة صباغ، وبدي اوجه تحياتي لوالدك كمان دي جي محمود علاونة، يعني هو مهندس صوت والريس بلقبوه. حكي لي الريس شو حكالك لما قلت له بدي مثل؟ كان كتير سبورتيف بهذا الاشي، دعمك كتير. يس، وكان دائما اي اشي بحتاجه. آمن بموهبتك؟ يس، عارف انه ابني حيعرف يمثل. انا يعني بحس انه ممكن الاهل يخافوا شوي على اولادهم. Yes. بموضوع انه حيطلع صح ولا حيكون متوتر ولا لا ولا لا. هو في منه هلا. انا اصلا ممثل من زمان، كان عمري 8 سنين 7 سنين. شو مثلت من قبل؟ طلعت بفرحه وبالروابي، وعملت 2 بروجكتس للجامعه الاسيائي. اوكي حلو. وكم من دعايه لابلكيشنز وهيك يعني. وبس الكاميرا مش صعبه عليك؟
يعني حاسس انه انت متعود عليها اكثر من انه تكون صعبه. دخلتلي يس. طيب اصحابك بالمدرسه شافوك؟ شو كثير حبوا الفيدباك تاعتهم؟ شو كل حدا بيحكي عنه كثير حلو مبسوطين عليه، هم يحكوا لي النجم تبعنا براسك. أيوة. بالمدرسه المصيبه مش التمثيل اصلا وبس. طيب بصير انا احكي شوي عن الاولاد بس هيك هي معلومه للناس كمان بحب يعرفوها. احنا عملنا الاوديشنز ما كان في بالنا حدا، انا كان عوني ريكومندد من مؤيد بس عملت له اوديشن هيك لحاله. وكان في دعدع اللي هو محمد ادريس اللي بيلعب دور مازن. دعدع اشتغلت معه يمكن كان عمره لسه 8 سنين يعني مو هيك، فضل ببالي وبعرف انه بيلعب كره قدم منيح. بالاوديشن طلبنا من الكل انه بدك تبعث لنا فيديو اوديشن وفيديو كره قدم بدنا نعرف اذا بتعرف تلعب او لا. امير بصراحه عملت الاوديشن عجبني كثير كاركتره، بس حسيت انه بدي شوي استفزه انه اشتغل اكثر. اللي اخذ النص راح ورجع وعمل كمان مره اوديشن، لا انا بدي. فبصراحه بحيي لانه اشتغل كثير على حاله حتى من اول يوم. الباقي الاولاد الشباب فعليا اول مره، يعني زيد ودرغام ايكوفوبس اول مره على الكاميرا، احمد اشتغل شيء كثير بسيط بس يعتبر اول مره، احمد محميد اللي هو بيلعب دور كرم، وشهم اللي بيلعب دور رامي برضو اول مره على الكاميرا، وليد اول مره على الكاميرا، محمد محاسنه. وبصراحه لما تعمل شيء بباشن بيختلف تماما، صدقيني ما بفرق اذا كانت اول مره او ثاني مره. صح. اكيد حكونوا احسن المره اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها، بس انا مبسوطه انه هم هذول الناس اللي كانوا موجودين معنا، وسنان وبان كانت معنا، عمو نبيل الكوني، اياد شطناوي، رأفت لافي، محمد سلامه، يعني كل حدا حط إشي منه جوا المسلسل بطريقه بتخليك تكوني فخوره بصراحه. يعني انا فخور انه هذا الإشي طلع بمجموعة هذول الناس مع بعض 100%. وانت بتحكي عن وجوه جديده بالمعظم، بدي احكي عن يزن. يزن ممثل بس اللي هو تاكل فستق. تاكل فستق هو بدرس تمثيل، بس هي اول مره بيطلع على انه بمسلسل. وبصراحه هاي بدي احكي له على الهواء، يزن انت حدا لك مستقبل كثير ما شاء الله. كلهم لهم مستقبل ما شاء الله. شوفي احنا حبينا نسلط الضوء لانه بالعاده ما بنشوف كثير مسلسلات او افلام بتحكي عن الرياضه بشكل محدد. هلا اكيد كل فيلم له رسالته، له اكيد النتيجه اللي هو حابب يوصل لها، ولكن احنا يوم نحكي عن الاردن كاول عمل فني رياضي انا بدي اسميه، حبينا نحكي لكم شكرا، وحبينا نحكي للمشاهدين كمان يتابعوا على يوتيوب قناه يوتيوب حاره يونايتد فقط، حطوا والشباب شوفوا كيف الواحد ممكن انه يلحق ورا حلمه ويحقق حلمه. لينا انا بعرفك من سنين طويله فشاهدتي فيك مجروحه، يعطيكي الف عافيه. كلمه منك للمشاهدين انه يحضروا المسلسل، وشو بتحكي لهم على المسلسل؟ المسلسل بيشبهنا كلنا وباختلافاتنا وبتشابهنا وبطموحاتنا بوين حابين نكون في يوم من الايام، يعني بغض النظر عن عمرنا. على فكره عادي انا قررت اصير مخرجه قبل 5 سنين بعد ما جربت كل شيء. الرياضه انا متاخره مثلا. فالاولاد العمر عم بحكي عن 14 15 16 ما في لهم كونتنت، ويمكن بحاجه انهم شويه يقوموا عن بس انهم ماسكين الموبايلز. بلكي اذا قدرنا نرجع هاي الروح ونرجع للحركه وللرياضه وللطاقه، لانه نرجع مع بعض ككوميونتي كمجتمع، يعني المجتمع الصغير اللي هو الحاره اللي هو فيه الاشياء الصغيره اللي احنا تعودنا عليها واللي هلا بنفتقدها شوي. الحاره كاولادنا يعني احنا فاقدينها، واكتشفنا هذا الحكي واحنا بنصور على فكره، لانه المكان اللي سويناه الحاره ورتبناه هلا جد اولاد الحاره بيلعبوا فيه. فهي شيء يعني شيء لسه موجود بقلب وعقول الناس. فأنا بقول إنه أول شيء ركزوا على طموحاتكم. الأهالي ممكن اسمعوا لأولادكم شوي، لأنه ما بتعرف ممكن جد بيعرفوا مصلحتهم الأولاد كمان. صح. يعني أو أتليست ممكن يدلوكم لوين أحسن طريق، مش شرط طريق الأهل هو الطريق الأصح للأولاد. واللي حاسس إنه المجتمع والدنيا عم بتوديه محل تاني، قاوم. بس أو قلبك قاوم، أو قلبك وقاوم. Thank you لينا. شكرا لك حبيبي. عوني خبرني كلمة شو بتحكيها للناس عن المسلسل. و عن المسلسل
تحكي باللي بدك اياه. بدك تحكي انجلش احكي، بدك تحكي عربي لا احكي. المسلسل خد راحتك. المسلسل كان بقدر احكي انه انا زمان كنت دائما العب بالشارع مع شباب الحاره يعني، وكنت انا جد شخصيه فواز يعني، انا الوحيد اللي كنت احكي انجلش فيهم. تعرف كيف كانوا انه بتخوتوا بس انه بمزح يعني. بالضبط زي بحاره يونايتد. وهذا الاشي جد انه خلاني اعرف كيف امثل دور فواز طبعا. سوري يعني قدرت انك انت تمثل شيء كثير قريب من قلبك. يس. وهذا الشيء وهي الرساله بدك توصلها للناس. صح ولا لا؟ صح 100%. كيف دراستك؟ الحمد لله تمام. ايه معدلك؟ 91. اوه امير ما شاء الله عليك. امير خبرني كلمه منك للمشاهدين عشان يحضروا مسلسل حاره يونايتد. وانت ابن حاره ولا لا؟ بتلعب بالحاره ولا لا؟ هلا انا لما كنت صغير كنت العب بالحاره، بس هلا يعني مع التصوير وهيك عم بيصير صعب شوي. بدي احكي انه الفكره عن التعاون، نتقبل اختلافات بعض. اذا تقبلنا اختلافات بعض برا على المستوى الشخصي، ممكن انه احنا بشغلنا نعرف انه نعمل إشي ناجح مع بعض. يعني هم بالملعب انه مثلا لما تكون الكره مع سلطان، مثلا سلطان ما بده يباصي لانس لانه في مشكله شخصيه بينه وبين انس برا الملعب. فاذا تقبلنا بعض ممكن ان نعمل تيم وورك ناجح. اكيد دائما الواحد يتقبل اختلاف الاخر لا يعرف اصلا يكمل بالدنيا. صح. بس انا هلا خلص عشان بدنا نختم، مين بتشجع بالعالم؟ لاعب ولا فريق؟ لا فريق. منتخب. منتخب البرتغال. اوكي. فريق ناشونال يعني؟ اذا بدك ناشونال، اذا بدك منتخب. يعني برشلونه وارجنتين. يا عيني عليك. لا استني، كنت اشجع اسبانيا. كنت يعني مرقت فتره، لا صدفت الفتره اللي كنت اشجعها فازوا. طيب اوروبا كاس العالم، اوروبا بس لاني ضلك مع الارجنتين. شكرا لك.